جاسمين نورتينا. قبل ما نتكلم تيجي نسمع اغنيتك تاني مع مدحت صالح؟ نسمعها تاني؟ يلا نسمعها تاني. مستحيل باللي انت ممكن تعمله. الشمس طلعت طلع النهار، صبح لي علي حقق لي أملي، نساني تعب الانتظار. الدنيا رجعت تشاف جميلة تنفع لأحلام الكتار. الله 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 الله. هو انت كمان رومانسية؟ قصدتوا الاتنين صوتكم حلو كده وفي هادي وفي هدوء، شكلكم كده رومانسيين قوي انتوا الاتنين. انا بحب الاغاني الهادية برضو. برضو؟ اه ده في قصص حب بقى وغرام بقى وكده صح؟ شكلك كده اميرة، انتوا عارفين انتوا صحاب اصلا صح؟ اه. مش انتوا صحاب اصلا؟ ايوه. يعني اسراركم مع بعض. ماشي، هنشوف مين اللي هتقول عن التانية النهاردة. انت بدأتي الغنى من قد ايه يا جاسم؟ بدأت وانا عندي 7 سنين، كنت في المدرسة، دخلت الكورال بتاع المدرسة، وبعد كده فضلت فيه شوية ورحت اتدرب في الاوبرا مع دكتور ميرفت فريد. انتوا مع بعض كمان في الاوبرا؟ واو نايس. بعد كده رحت معهد الكونسرفاتوار بقى عشان اتعلم اكتر يعني الغنى وكده. وكونسرفاتوار كمان؟ الله، ده يعني هتطلع فنانة مثقفة جدا انت واميرة. طيب اسألك سؤال، انت غنينا ايه رايك اغنيه من اللي انت اتدربتي عليها في الاوبرا؟ اوكي. ايه رايك؟ موافقه؟ وهسيبك انت اللي تختاري، يلا زي بعض. المره الجايه انا اللي هختار. اختاري بقى انت اغنيه. اغنيه الدنيا غنوه بتاعت ليلى مراد. يلا يا نهار ابيض. الدنيا غنوه نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. الدنيا دي كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها على معانيها. ازاي بيقولوا الناس عنها دنيا احزان، والسحر ده كله عايش منها اشكال والوان. الزهر ده وصفوه للعين وصفوه للعين، والورد ده جرحوه قلبين جرحوه قلبين. والدنيا دي مخلوقه لاتنين، واحد هناك والتاني فين. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نكمل معانيها على معانيها.